شنو تسمعين بالراديو؟ إيه تصطون بيجي الناس. اي وعمود الرواتب وهاي يعني هذول الناس يتصلون فيك غزش حوار المربع. زين الف مبروك. الف مبروك اللي ستربي حفظك ان شاء الله. مشكوره حبيبتي. شنو انت متخرجتي من الصف السادس؟ شنو تعلمتي من معهد النور؟ ست والله دراستهم زينه ويساعدونا يعني ما مقصرين ويانا. نعم. بالدراسه بكل شيء كتب وفرونا طابعه الله يحفظها استاذ القام الاجود يوفر لنا كتب يعني ما مقصرين ويانا. نعم. شنو تطلبين بعد اكثر يكون معاهد كثيره بعد يعني الطلاب؟ اي والله اتمنى يعني ست يا ريت حتى متوسطه انه يا ريت يسوون لان يعني المتوسطه من الروح صعب يعني المبصرين ما يعرفون يتعاملون ويانا يعني علمت وش يعني الانجليزي شلون اقرا شلون اكتب برايل. انت مبروك تخرجت سادس ابتدائي. رحتي للاول متوسط؟ نعم نعم بس بالمدارس العاديه. تعلمت برايل تعلمت اقرا انجليزي واقرا عربي يعني كل شيء حلو تعلمته من المعهد. ست اتمنى اصير معلمه عربي. ليش تحبين العربي؟ اي ست شنو متعلمه من العربي؟ احب الاعراب احب يعني التعابير عن الوطن عن كل شيء يعني العربي ماده حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحكومة المحلية إن شاء الله ما تبذل قصارى جهدها في دعم هذه الشريحة هاي المهمة. احنا نفتخر بهم المكفوفين في محافظة البصرة متميزين على عموم العراق. قاعد نشوفهم يوصلون مراحل متقدمة دراسية، بعضهم اكمل البكالوريوس وبعضهم اكمل الماجستير. اليوم احنا احتفلنا بكوكبة من 9 طلاب السادس ابتدائي. هذا حفل تخرج لهم. احنا في كل سنة متعودين هم يطلعون من الأوائل على المحافظة، نعمل السنة ايضا نفس الشيء يحققون هذا الإنجاز. ان شاء الله احنا في صدد ان هذا العام ان شاء الله راح تكون اكو تخصيصات مالية لمعهد النور ان شاء الله، ونحاول نفتح معاهد في الأقضية والنواحي ان شاء الله قدر الامكان. نحن متوفقين بالدراسة لان هم قاعد يطلعون الإعدادية والجامعات والماجستير والدكتوراه يكملوها، بس أريد إحنا بعد تكون تقنية أكثر المعهد تقنية أكثر، ونقول يا رب يعني إن شاء الله واعدونا إنه يكون تقنية أكثر وإن شاء الله توفيق دائما للطلبة. الجاي طلعون نسبة 100% هو المنهاج نفسه منهاج التربوي بس على طريقة برايل. الحمد لله عندي هسه حاليا 50 طالب كفيف. من ضمنهم هسه تخرج الطلاب صف السادس 9 تخرجوا. كمدرسة لغة إنجليزية بستعمل طريقة برايل اللي تعتبر طريقة التنقيط. عندنا جهاز خاص اسمه جهاز برايل اللي هو نستعمل به التنقيط حتى الطالب من يسوي إيده على الجهاز نقط يسمونه، مثلا الـ A نقطة الـ B نقطة فوق نقطة إيش يعني نقطتين. هم يعني هذا نظام يسمونه نظام برايل. طبعا أنا أعتمد وياهم همين النظام اللي هو السماعي يعني أقرأ المادة بالإنجليزي.